أقامت وزارة التربية الاتحادية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني مؤتمرا لتطوير عمل التقييم الخارجي وعمل المدارس، خاصة بعد أن استحوذ التعليم الإلكتروني على مساحات واسعة، واستأنفت وزارة التربية هذه الورشة بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا. راح يكون الاجتماع الأول بعد توقف البرنامج بسبب جائحة كوفيد، وهذا الاجتماع راح يكون اللقاء مع الخبراء بشكل إلكتروني عبر دائرة شبكة الإنترنت، ونأمل أنه نضع مقررات خلال هذا الاجتماع للسنتين القادمتين، حيث نأمل أن نستكمل هذا المشروع بالتعليم الدامج، تطبيق مفردات التعليم الدامج. هذه الوثيقة التي أقرت في إقليم كردستان وأقرت في وزارة التربية، وأيضا انطلقت وثيقة أخرى هي وثيقة التحاق، سياسة التحاق وتسرب. هو دور المشرف في إنجاح برنامج بناء القدرات، دور المشرف، لأن هو المحرك الأساسي، لأنه المشرفين هو اللجنة اللي تخرج لتقييم المدارس، تكون مشكلة من 3 أعضاء من رئيس اللجنة واثنان من المشرفين يكونوا متابعين يواكبون عمل المدرسة خلال، يعني يكون دورهم ميداني وإشرافهم ميداني لدراسة واقع المدرسة وخروج بنتائج ومدى تطبيقهم. يعني إحنا عندنا مقترحات وما يعرفون بناء القدرات. نهاية البرنامج رح يكون مدير المدرسة هو على بينة وعلم أنه بأداء التربوي، أنه هو كان في المستوى المطلوب أو أقل من عنده، وماذا يحتاج.